آه خلينا نشوف طاقتكم هاي الفترة كيف رح تكون عاملة، شو أكتر اشي عم بتركزوا عليه؟ شو أفكاركم أفعالكم؟ آه شو طاقتكم بشكل عام هاي الفترة؟ أها انتصارات، في عندك انتصارين اتنين على شخصين، وممكن يكون على صعيدين، ممكن يكون على الصعيد العملي وعلى الصعيد العاطفي. فانت كنت من زمان عم تستنى هذا الانتصار وكنت يعني زي كان مؤجل ولكن بشوفه عم بيصير هاي الفترة فحلو كتير اذا خلينا نشوف شو مخبين للورق هاي الفترة اوه كتير حلو برج الميزان هاي السنة يعني شهر حلو الشهر اللي بعده لا الشهر الحلو شهر, شهر بعده لا خلينا نشوف هاي الفترة ان شاء الله تكون حلوة بين من الورق انه في امور حلوة او اغلب الامور حلوة شايفة يا برج الميزان يا حبيبي عندك نهاية فترة سيئة خلينا نقول كانت مليئة بالحزن كان فيها كان فيها ارق كان فيها تعب. كان فيها حتى تعب جسدي. آه، عم بيكون نهاية لهاي الفترة الحزينة وبداية جديدة رح تكون على العكس تماما خلينا نقول او فيها كل مقومات السعادة والانتصارات والفرح. شايفتك كتير مبسوط هاي آه الفترة. شايفة في شخص عندك موجود عم بيخبي أسرار عم بيكون هو بحياتك مرتبط أنت في ارتباط كبير لكن هذا الشخص عم بيخبي أمور يمكن يكون على الصعيد العملي ممكن شخص عم بتطلع عليك بعين الحسد عم بيحكي عليك من وراك شخص ممكن يكون ترابي أو هوائي مثلك او حتى مائي هذا آه، الشخص عم بيحكي شغلات يعني غلط شغلات كذب خلينا نقول آه، وانت شايفتك منتصر عليه من بعد ما سبب لك ارق ممكن يكون على الصعيد العاطفي هذا الشخص كان آه، كتير غامض كتير آه، عم بيكون آه، بالفتره الماضيه عم بيخفي امور مثل علاقة ثالثة مثل أي أمور تانية ولكني عم بشوفك عم تحرز انتصار على هذا الشخص عم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من اديكشن معين ممكن يكون هذا الأدكشن هو حب هذا الشخص وعم بشوف الأمور بتمر على نجاح عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع شايف في بالعمل في رزقه حلوه جايتك اما من شغل انت يعني اشتغلت عليه لك فتره او انه ممكن تكون تطور في العمل معين ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل أو حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير حلوة عم بتكون عم يوصلك أخبار كتير حلوة عن موضوع له علاقة بدراسة بعث منحة إذا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بتوصلك مثل موافقات أو تطمينات بالنسبة لهذا الموضوع شايفة في نوع من الكارما أو نوع من الججمنت رح يصير رح تاخد حقك اللي قلنا في شخص ظلمك في شخص تعدى عليك آه ان كان على الصعيد العاطفي او على الصعيد المهني آه عم تاخذ حقك منه وتكون كثير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجه آه غير متوقعه ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع انه تاخذ حقك بهاي الطريقه ولكن الحمد لله عم تاخذ حقك وعم آه بتكون كثير مبسوط عم بشوفك فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص نفسه الورقه طلعت مقلوبه فشايفه شوي فقدت الامل او ولكن في انتصار على هذا الشخص هذا بشكل عام الطاقات اللي مبينه اكثريتها في عندنا طبعا قوس في ميزان في ابراج هوائيه كثيره في ابراج ناريه وفي شوي مائيه لا في مائيه على الاغلب هذا بشكل عام وشايفة في عملية او لإلك لحدا قريب من عندك عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير تجميل عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون في حاله صحيه او انت ممكن تكون في حاله صحيه افضل عم بيصير في تطور لهذا الموضوع. اذا برج الميزان بشكل عام ورق حلو. شوف من الناحيه العاطفية اكثر. اه في استشفاء في كان عندك طاقة سلبية في استشفاء رائع يعني هاي الفترة رح يتم في شايفة حب كبير عم بتبلور حب بينك وبين الشخص المقابل في تقارب أكتر في هاي العلاقة عم تتطور أكتر في توضيحات عم بتصير من الطرف الآخر أو حتى منك عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقربوا من بعض بطريقه كتير جميله عم بيكون بيناتكم تواصل روحاني رائع جدا انت وهذا الشخص عم بشوف المناوشات والنكد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانه الورق الورقه مقلوبه شايفيتك أكثر صرت متأكد من الطرف الآخر رح يأكد لك رح يعني مثل مسجات تطمين شغلات رح تسمع عنه شغلات تطمن كتير من ناحيته من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبل شوي مبين من بعد ما كنت خايف في وراك هون مبين بالصورة زي ما أنتم شايفين في وراك وقعة أو الكرسي اللي أنت قاعد عليه مش ثابت ف بما انه طلع مقلوب فعم بيكون العكس المعنى عم بتكون شوي شوي اجرك تثبت شوي شوي العلاقة تكون ثابتة انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر شايفة في طرف اخر في طرف ثالث متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما في من وراه شر لانه عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما انتم شايفين هون يعني، متل رح تكبروا سوا متل رح تكونوا مع بعض طول الوقت، عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم في المستقبل، فكتير بالنسبة للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هذا الشهر. خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هذا الشهر على شو اكتر شيء عم بتركز على شو عم بتكون شاغل بالك آه كتير حلو هون مبين انه عجلة الحظ عجلة الحظ آه رح تكون معك او ممكن يكون هذا الموضوع مثل بتلف اللفه في كارما رح تحصل عليها في اموال ممكن تحصل عليها كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الاوهام رح شوي شوي تتخلص منها هاي الفتره رح تتلاشى في نهايه الفتره رح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انه انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك فشايفه كرت كتير حلو شوف هون اذا في تحذيرات مثلا لبرج الميزان او واو أه، مبين عندي مثل بستان خضر اوراق عم تزهر أه، تزهر أه، ورود أه، شايفه يعني في اشي مثمر عم تعمله اما العلاقه العاطفيه عم بتعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تتلقط بالنتائج او انه يكون مشروع انت بلشت فيه قديماً وعم واخيرا عم تحصل على النتائج لكن انا شايفه هذا الكرت عاطفي أكتر يعني ممكن يكون العلاقه العاطفيه هي نفسها رح تتطور او رح من بعد ما كانت مثل الورد الدبلاني او كذا رح لا رح يصير في اكشنز بالعلاقه رح يصير في وعود من الطرف الاخر، رح يصير في ترسيم ممكن للعلاقة اها وسطا. بقول لك الفترة الجاي رح يكون في آه، في شخص قريب منك كتير كبير بالعمر آه هذا الشخص تقريبا من أبراج خلينا نقول إما ترابية أو نارية ممكن مائية آه هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي ممكن كتير معقول يكون على الصعيد العملي فكون متشبث في هذا الشخص وكون آه خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لأنه راح يساعدك إما في يعني فرصة عمل جديدة أو بالعمل أو حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم أنت بتستعين فيه بكتير أمور. إذًا برج الميزان شو يطلع لنا هون؟ واو. عم تهتم كتير يا برج الميزان دائما بيطلع لي هذا الكرت لإلك او شبهه عم بتحاول هاي الفترة تعمل مثل ريلاكسيشن تطلع فاكيشن عم تهتم في حالك اكثر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة او الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة وعم بتكون عن جد محط الانظار طبعا كالعادة برج الميزان فعم بتكون محط الأنظار بهاي الفترة خاصة الأشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول إنه يدخل حياتهم حدا كتير قوي صاحب سلطة شخص مناسب على الصعيد العاطفي أو هو كمعجب أنا بشوفه فهذا الشخص معقول كتير يكون برجه مائي مثلاً فلو لو نوجد هذا الشخص حواليك اعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يعطي نتائج زي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحوا وفي ناس كتير لا ما راح يفرحوا لكم أبداً بتطور العلاقة أو بالزواج أو كذا راح يكون في عيون كتير فانتبهوا